أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ومن هذه الولاية التشريعية الجديدة، ونغتنم هذا الموعد الدستوري لتهنئة أعضاء البرلمان ومن خلالكم كافة المنتخبين الثقة التي حظيتم بها، داعين الله تعالى لكم جميعا وللحكومة الجديدة بالتوفيق في مهامكم. ونود أن نشيد هنا بالتنظيم الجيد والوجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها خاصة في أقاليمنا الجنوبية. وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب تواسية لدينا. وتأتي بداية هذه الولاية في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية. ونود أن نؤكد هنا على ثلاثة أبعاد رئيسية، وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات. وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحسينها بمختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها. لذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة
تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحسين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. حضرات السيدات والسادة، يخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد. وقد حققنا والحمد لله الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة، وقد قامت الدولة بواجبها في توفير اللقاح بالمجان الذي كلفها الملايير وكل الحاجيات الضرورية للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية واحترام التدبير التي اتخذتها السلطات العمومية. ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. وبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب إن شاء الله نسبة نمو تفوق 5.5 في سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات وتعد من بين الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي خلال هذه السنة نموا متميزا يفوق 17% بفضل المجهودات المبذولة لأصنة القطاع والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي. كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية. ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الارتقاء في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا، كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16% وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46% إلى غاية شهر أغسطس الماضي. وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة تمثل 7 أشهر من الواردات. ورغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1% بعيدا عن النسبة المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة، وكلها مؤشرات تبعث لله الحمد على التفاؤل والأمل ولتعزيز الثقة عند المواطنين والأسر وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. والدولة من وجهتها تتواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم تحفيز المقاولات. وفي هذا السياق الإيجابي ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية. أما البعد الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة. وهنا يجب التذكير بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام مفتوح للعمل يضع ضوابط جديدة ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع. يشكل الميثاق الوطني من أجل التنمية آلية هامة لتنزيل هذا النموذج باعتباره التزاما وطنيا أمامنا وأمام المغاربة. حضرات السيدات والسادة، إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان بكل مكوناته
والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتأبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار تنزيل هذا النموذج، وهي مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايتنا. وفي هذا الإطار يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار. وبموازاة ذلك يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها. لهذا الغرض ندعو إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق استراتيجي لسياسات التنمية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن بداية هذه الولاية الشيعية تأتي في مرحلة واعدة بالنسبة لتقدم بلادنا، وأنتم حكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية لنجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول. فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني وأمانة في أعناقنا جميعا. قال تعالى: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.